شباك الجر من اهم حرف الصيد في البحر، انها بتستهدف كابوريا وجمبري واصناف كتيره مهمه في البحر، بس في نفس الوقت ليها اثار جانبيه على بيئه بحريه. من اكتر المخلوقات اللي بتتاثر بشباك الجر دي هي الدنيس الاسود، لدرجه ان شباك الجر دي ممكن تقضي على جيل كامل من الدنيس الاسود، ولدرجه ان الدول الكبيره اللي بتعمل ابحاث ما يجيش سيره الدنيس الاسود ابدا الا ويجيبوا سيره شباك الجر. طب ايه الدنيس الاسود ده اساسا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اهلا بيكم في قناة السمك في اسكندرية، معاكم عمرو ابو الوفا، والنهارده ان شاء الله هنتكلم على الشرغوش التنور او التنون او شرغوش الدور، ومعروف باللغة العربية باسم الدنيس الاسود او كندارة. بس قبل ما نبدا في محتوانا خليني افكرك بالآية اللي بتقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اهم حاجة الدعاء لأهل غزة يا جماعة. سمكة الشرغوش التنور اكتر حاجة بتميزها ان جسمها بيضاوي خالص وعينيها واسعة شوية، واحيانا بيكون لونها غامق جدا واحيانا بيكون لونها فاتح، وفي موسم التزاوج بيظهر كده على الذكور خطوط كده بالعرض غامقة وفاتحة، اما الانثى وقت وضع البيض بيظهر كده على جسمها خط ابيض بالطول بطول الجسم يعني، غير ان لونه بيتأثر بشكل كبير جدا بالبيئة اللي هو عايش فيها، بالذات انه بيعيش على القاعون الرملية والصخرية والعشبية، في بعض الاماكن دخل كمان المياه العذبة في مصبات الانهار. لكن انت هنا في اسكندرية لما تلاقيه في السوق هتلاقيه بنسبة 80% شكله كده اسود مفحم زي اللي في الصورة دي. طب تتأكد ازاي ان هو ده التنور؟ هتعرف من خلال خطوط الصفرة المقطعة اللي موجودة على جسمه، خطوط كده صفرة خفيفة شوية، هي دي علامة التنور المميزة. طب ايه الفرق بينه وبين الشرغوش البلدي؟ الشرغوش البلدي برضو ممكن يكون لونه فاتح ولونه غامق، بس الشرغوش البلدي اكتر حاجة بتميزه ان هو فيه خطوط سودة كده بالطول على نص جسمه من فوق. طبعا الشرغوش البلدي هو افضل انواع الشراغيش على الاطلاق. الشرغوش التنور موجود شرق محيط الاطلنطي من اول شمال ناميبيا من تحت لحد دول اسكندنافية فوق، بما في ذلك البحر المتوسط والبحر الاسود. الشرغوش التنور سمكة اجتماعية وبتعمل اسراب كبيرة، واحيانا برضو بتمشي في مجموعات صغيرة بتتغذى على القشريات واللافقريات وممكن كمان اعشاب بحرية عادي. هي سمكة خنثى باسبقية الانثى، يعني هم كلهم بيبدأوا حياتهم كإناث، توصل للبلوغ عند طول 20 سنتي تقريبا اللي هو سن سنتين لثلاث سنين، عندها بتتحول اعداد منها الى الذكور، غير ان هم لقوا ان كل الافراد اللي فوق 40 سنتي هم كلهم ذكور، واقصى طول مسجل ليها هو 60 سنتي وكان وزنها كيلو و200 جرام. اصلا في الحقيقه شفت لها احجام اكتر من كده بكتير، بس انا بتكلم على اللي متسجل. واقصى سن مسجل ليها هو 15 سنه. موسم التزاوج بتاعها بيكون في الربيع، يجي الذكر ويحفر حفره كبيره في الرمله بديله، وبتيجي الانثى وتضع البيض في الحفره دي وبيكون البيض لزج، ويبدا الذكر في تلقيح البيض ده وحماية لحد ما يفقس. بالنسبه للصيد، رغم ان التنور بيعيش على اعماق من 5 متر ل 300 متر، لكن في البحر المتوسط بتلاقيه في الاعماق الكبيره بس، ممكن يظهر مع صيادين التصقيد في الربيع. اما الدول اللي بتعتبره من الاصناف التجاريه بتحاول تعمل له اجراءات احترازيه علشان تحميه من الصيد بشباك الجر، لان ببساطه شباك الجر بتجري في القاع، فلو التنور عامل عش ومستني البيض يفقس طبعا بتيجي الشبكه وتدمر ده كله. بالنسبه للاكل، طبعا الشرغوش البلدي لا يعلى عليه، لكن التنور برضو ادى كويس قوي في الشوي بالرده، وطعمه كان تحفه وجميل جدا. يا رب المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.